مرحبا، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على نبي الاسعد الكريم. هذه الزياره ليست الزياره الاولى الى ولايه باجه، هي تعتبر الزياره الثالثه. اخترنا ولايه باجه في السنه الماضيه للاحتفال، اول احتفال رسمي بذكرى الاسراء والمعراج كان في العام الماضي في مدينه تستور، وكذلك كانت لنا زياره لمدينه باجه وولايه باجه في السنه الماضيه، حيث قمنا بزياره وتدشين عديد المعالم الدينيه، سواء كان من المساجد أو الكتاتيب القرآنية أو الزوايا النشيطة. كذلك تولينا تكريم الإطارات المسجدية، أطال الله في عمرهم، من حفظة كتاب الله ومن حملة القرآن الكريم ومن القراء ومن الفقهاء الذين أنجبتهم ولاية باجة. فأردنا كذلك أن تكون قبل الاستعداد لشهر رمضان المحرم، ونحن نودع شهر رجب ولم يفصلنا عن شهر رمضان سوى شهر شعبان، أن تكون هذه الزيارة زيارة أكاديمية علمية، تفضل فيها السادة المحاضرون بتقديم ندوات علمية حول تثمين وقيمة التراث المادي واللامادي الذي تزخر به والذي تتمتع به ولاية باجة. فالمخطوطات والمعالم والقباب والمساجد والمعالم، سواء كانت الدينية برمتها، سواء كانت المسيحية أو اليهودية أو الإسلامية، شاهدة على عراقة هذا الموروث، وأننا أمام خزان ضخم وأمام يعني كنز حقيقة، لابد هذه النفائس أن ترى النور. وكذلك أردنا أن نبين مزيد اعتناء وزارة الشؤون الدينية بالمعالم الدينية وإحياء الحياة الثقافية في الجهة. فنعتبر هذا النشاط نتوجه فيه بشكر كذلك إلى السيد المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية باجة، السيد المدير الجهوي للشؤون الدينية، المندوبة الجهوية للثقافة، وكل الأساتذة الأجلاء الذين أثثوا هذا اللقاء كما رأيتم. وكان بحمد الله لقاء مثمرا وناجحا في إطار يعني ندوة علمية وفكرية أعادت الاعتبار إلى هذه المخطوطات وإلى هذه المعالم، وبينت أن تونس بصفة عامة، تونس هي أرض ولادة، سواء كان عندما تحدث عن باجة، تحدث عن المهدية، عن القيروان، عن الزيتونة، عن المخطوطات الموجودة في جربة، هذه كلها يعني نادرة وثمينة وتحتاج إلى من يثمنها ومن يسهر على إعادة إنشائها. العديد المعالم توقفت أشغال السيارة منذ 2012، فكيف سبيل لعودتها؟ نعم، هذه المعالم التي توقفت صيانتها هناك اعتمادات مرصودة لها، وتعرفون أن صيانتها ليست بالأمر الهين، تحتاج إلى خبراء من المعهد الوطني للتراث حتى يتم إعادة بريقها وإعادة إنشائها إن شاء الله، إعادة إنشاء ما تآكل منها. ولكن نحن سنقطع مع الإهمال، لأن إهمال سواء كانت المخطوطات أو سواء كان إهمال هذه المعالم يؤدي إلى اندثارها وإلى تآكلها وتلاشيها أو إهمالها حتى فكريا، فيكون في غائبا في ذهن الناشئة أن بلادهم تزخر بكل هذه المعالم القيمة. الأيمة نقص كبير في الأيمة، لا ما عندناش نقص في الأيمة. الخطوات القادمة لصيانة التراث هذه، خاصة اللي أنا عملت تحقيق استقصائي وظهرت اللي بريسك 80% من التراث هذا قاعد في طور الاندثار، شنو الخطوات القادمة باش تكون فيها الوزارة؟ والله هو يعني لا نقوم ب يعني لا نريد أن نقدم صورة قاتمة هكذا والسوداوية، وأن 80% منها في طريق الاندثار، وإلا يعني أنتم بين أروقة هذا الفضاء وترون المعرض يعني فيه يعني يحتوي على عديد المعالم الدينية التي تم ترميمها وتم إعادتها وتم الحرص على أن تبقى يعني حية ونابضة ويعني مشتغلة ويعني بزوارها وبروادها وحتى السياحة الدينية والسياحة الثقافية، لا فقط يعني المعالم لا نريدها أن تكون فقط مجرد معالم باهتة. حتى في الإنجيل ورد أنه جعل السبت من أجل الإنسان ولم يجعل الإنسان من أجل السبت، لا نريد فقط التركيز على المعمار دون إضفاء الوظيفة الروحية والوظيفة الاعتبارية والوظيفة التعليمية والوظيفة الثقافية لهذه المعالم. فيعني تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى إعادة يعني اعتبار وإلى تثمين. هذا ما تقوم به الإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية بالنسبة للمعالم التي لها صبغة أثرية وليس صبغة تاريخية فقط، ويعني يتم يعني صيانتها حسب المتاح وحسب الممكن، ولكن أبدا لن يتم إهمالها ولن يتم إغفالها، لأننا ستسألنا الأجيال القادمة لو فرطنا فيها. تؤكدون عدم وجود أي نقص في المستوى الإطار الأساولوت الخمس أو الأئمة القطاعية؟ هذا نقص يعني موجود، يعني شغورات هذه موجودة في كل قطاع، هي موجود ويتم تسديدها، يعني مسألة عادية، سؤال بسيط يعني. استعدادك لوزارة شهر رمضان، خاصة أمس عقدتوا جلسة في إطار استعدادات شهر رمضان. بالنسبة لشهر رمضان المعظم، أول أمس عقدنا جلسة مع الإطارات العليا وقمنا بندوة المديرين، وحضرها حتى المديرين الجهويون.
الوزارة الشؤون الدينية يعني هي أحق من يحتفي بهذا الشهر، لأن تعلمون جيدا أن رمضان يعني هو الشهر الذي أنزل فيه خير كتاب أنزل، على خير نبي أرسل، إلى خير أمة أخرجت للناس. فشهر رمضان هو شهر عبادة قبل كل شيء، وهو شهر صيام قبل أن يكون شهر طعام. ولذلك الوزارة عدت برنامجا ثريا، سواء كان من إملاءات قرآنية، من سرد الأحاديث النبوية، من الدروس، من المسابقات القرآنية. لأول مرة يعني نقوم بمسابقة إقليمية ومسابقة وطنية في القرآن الكريم، لا فقط عن طريق الرابط الوطني للقرآن الكريم وإنما الوزارة. كذلك هناك برنامج ببرنامج ثقافي، وبرنامج يعني فيه العديد من المحاضرات التي سوف يتم إقامتها. كذلك هناك برامج أخرى نريد أن تكون فيها شراكة مع وزارة الصحة، مثل حملات التبرع بالدم أمام المساجد قبيل صلاة التراويح. هناك كذلك أئمة صلاة التراويح الذين سوف يؤدون هذه الصلوات، والمساجد تم يعني إعدادها من حيث البسط والفرش والتهيئة والدهن حتى تستقبل روادها في هذا الشهر الكريم بأبهى حلة. كذلك هناك أطفال الكتاتيب الذين سوف يشتغلون في هذه المسابقات وينشغلون بها، وعددهم 56 ألف طفل في 2002 كتاب. فنحن مؤتمنون على هذه الناشئة في شهر رمضان الكريم إن شاء الله. نريد أن نغرس المثل العلياء والقيم الفيحاء، ووزارة الشؤون الدينية بحول الله سوف تقوم بواجبها المعهود. بالنسبة لموسم الحج، عدد حجيجنا إن شاء الله في هذا العام سوف يكون الحصة المخصصة لتونس 10982 حاج، يرافقهم مكتب ب 520 من فريق إرشاد ديني وفريق يعني مؤطرين ومرافقين وأطباء والخطوط التونسية. يعني كانت لنا لقاءات حتى يوم الأمس مع شركة مطوفي الحجاج، والاستعدادات جارية، والسلطات السعودية يعني متعاونة معنا جدا، ويعني وفرت لنا ما نحتاجه. ويعني قامت اللجان المكلفة في المدينة وفي مكة، يعني قامت اللجان المكلفة بالكراءات بكراء الفنادق وهي قريبة من الحرم. وبحمد الله يعني ننتظر موسم واعد وناجح. وفي السنة الماضية كانت معنا حاجة يعني من ولاية المهدية سنها 103 سنوات، وهذا العام عنا حاجة عمره 104 سنوات، وبحمد الله يعني يؤدون مناسكهم إن شاء الله في يسر ومرونة وسهولة إن شاء الله. وزير، الفيق والترفيع في كلفة المادية للحج؟ والله الترفيع هذا لا، نحن لا نرفع في الكلفة، وإنما هي الكلفة تضبطها عنصرين أساسيين. عنصر تضبطه شركة الوطنية للإقامات والخدمات من حيث الإقامة، إقامة سواء كان في مكة أو في المدينة، والتنقل. التنقل يعني ليس التنقل من تونس، وإنما التنقل داخل المشاعر، وكذلك في المخيمات والإعاشة التي تقدم سواء كان في المخيمات ميناء وعرفات أو الإقامة في الفنادق في ما يقدم للحجيج. هذه تضبط كلفة الإقامة. هناك الكلفة الأخرى اللي هي كلفة يعني تذكرة الطائرة، فهذه يعني تقوم بها الخطوط التونسية، والرحلات تقوم بها الخطوط التونسية مناصفة مع الخطوط السعودية. فهذان هما العنصران الأساسيان. والله في السنة الماضية كانت 19 مليون و400، ولكن هي الكلفة أكثر. الكلفة الحقيقية ممكن يعني كانت تتكلف 21 ألف السنة الماضية، ولكن يعني كانت هناك تدخلات، وكان هناك يعني وجهة يعني ثابتة من سيادة رئيس الجمهورية للضغط على الكلفة وللتخفيض في هذه الكلفة، لأن موسم الحج كما تعلمون ليس موسما ربحيا، ووزارة الشؤون الدينية لا تأخذ منه مليما ولا دينارا، وإنما فقط هي كلفة ما يعني يقوم به الحاج، إضافة إلى الدعم الذي لا يراه أحد، مثل يعني أطنان الدواء التي يعني تحملها الدولة التونسية وتقدمها للحجيج هناك، وعديد هي الخدمات والبعثة التي ترافق الحجيج حتى يؤدون مناسكهم، هذه كلها تتحملها الدولة. فهذا يعني دعم غير مباشر لموسم الحج، ويعني دائما يبقى الحج على المستطيع. شكرا.